وعلى الحكم موقوفون، يعني على حكم الله فيهم موقوفون. كل شيء عنده بمقدار، كل شيء ينزله بقدر، فكل شيء بقدر، الإيمان بقدر، والذكاء بقدر، والرزق بقدر، والعافية بقدر، والمرض بقدر، كله بحكم الله. فهمت ازاي؟ فكل واقف على حكم الله. يبقى طالما الإنسان بهذه الصورة وعارف ان كل شيء بقدر، يبقى ساعتها ما يزعلش من حد. يحكى عن احد الصالحين انه كان قاعد والخادم بتاعه جايب له الطعام في صينية كبيرة وعنده ضيوف، وابنه نايم، ابنه صغير نايم متغطي، فقام اتكعبل الواد الخادم وماسك الصينية وقعها على الواد الطفل الصغير، وكان فيها طعام شديد السخونة، فمات الطفل. كويس، كل ده بقى بقدر الله. خلاص، اولا الراجل ده الخادم ده ما يقصدش، مش تعمد، وما يعرفش ان الحتة المتغطية دي ده طفل، ده كان متغطي وفاكرها حتة قماش. فيقوم الراجل الصالح يعمل ايه؟ يقول له انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اذهب انت حر. اعتقه لوجه الله ورضي بقضاء الله، ما لموش، لانه كل شيء بقدر. علم ان الطفل ده قدر انه يموت بهذه الطريقه، فاجراها الله بهذه الطريقه في هذه اللحظه، فما اتهمش الراجل. شفت ازاي؟ لان المساله دي مساله ايه؟ خطا، وربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الامه على الخطا والنسيان وما استكره عليه، فعامله بمعامله الله ولم يكلفه فوق طاقته لحسن الاخلاق. ليه؟ علشان عارف ان كل شيء بقدر، وانهم على الحكم موقوفون، وانهم في طاقاتهم محبوسون، وانهم على قدر قدر الله موفقون او مخذولون. فهمت بقى المساله؟ فلما عرف كل ده عذر الخلق، عذر الخلق كلهم. فهمت؟ اللي فيه الحكايه دي هيستفيد بثلاث حاجات على فكره، وتستفيد هذه المعرفه بثلاثه اشياء: امن الخلق منك حتى الكلب، يبقى يامن منك الخلق الانتقام، لان مش عارفين انك انت مش هتغضب، وهتعتبر ان كل شيء بيحصل حتى ولو ضرر على ايديهم ان الضرر هو الله مش هم، فيامنوا الانتقام منك. فهمت بقى المساله؟ امن الخلق منك حتى الكلب، يعني حتى الحيوان، ومحبة الخلق اياك. وطالما هتعذر الناس وتعاملهم على قدر طاقتهم وتحسن اليهم وتكف اذاك عنهم، الناس تحبك، تبقى محبوب على طول. ونجاة الخلق بك، يعني بسببك ومنك، نجاة الخلق بك، لان لما تبقى انت محبوب عندهم ما يغتبكش وما يدعوش عليك وما يعدكش، ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، كفتهم همك. فهمت ازاي؟ اذا كنت انت راجل صالح تبقى من اولياء الله، فلو عادوك راحوا في داهي، فنجتهم انت بحسن اخلاقك معهم ان يعادوك، فلم يعاديهم الله فنجوا بسببك. فهمت بقى المساله؟ ونجوا ايضا منك، يعني من ايه؟ من انتقامك منهم، او نسبة الشر لهم، او نسبة النفع لهم. الدرجة الثانية تحسين ظنك، يبقى العلاقة بقى بالحق، الاولانية العلاقة بالخلق، والثانية العلاقة بالحق بقى. تحسين ظنك مع الحق وتحسينه منك، تحسن ظنك مع الله بقى، وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأه، ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، كله بقدر الله، كله بفعل الله، وكله من رحمه الله، كل كل من عند الله، وما بكم من نعمه فمن الله. فطالما كل حاجه من الله، يبقى ما فيش عندي نزاع مع مظاهر الاكوان. فهمت بقى المسألة؟ تحسين ظنك مع الحق وتحسينه منك، وتحسن حالك
اتجاه الحق. فهمت؟ تحسن ظنك في الله وتحسن حالك مع الله، وأن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وتعرف كمان أن مهما فعلت شكرا لله فأنت مجبول على النقص، فلا يوافي أصلا شكر الله. يعني حتى لو عبدت الله ليل نهار، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأن لا يصدر من الناقص إلا نقص. وطالما أنت عبد والعبودية أصلها العجز والجهل والنقص، يبقى بالتالي كل ما يصدر من العاجز الناقص الجاهل نقص. فإذا كان حالك كده مع الله وأنت في أكمل طاعاتك أنت ناقص، فما بالك وأنت في المعصية. فهمت؟ وبالتالي تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا لاعتذار. يعني حتى ولو عملت طاعة، شوف النبي علمنا إيه؟ في أفضل من الصلاة بالنسبة للمسلم، خير أعمالكم الصلاة، وخير حال للمسلم وهو بيصلي. طب والصلاة أول ما تخلصها تقول إيه؟ تقول الحمد لله ولا تقول استغفر الله؟ لأنها كنت ناقص فيها، لأن العبادة دي اللي هي أكمل حالك كنت ناقص في أكمل حالاتك، فما بالك وأنت في أدنى حالاتك. افهم النبي ربنا على كده، النبي ربنا أننا بعد ما نخلص الصلاة نستغفر، والصلاة أكمل حالاتنا، يبقى بنستغفر من أكمل حالاتنا لأننا في أكمل حالاتنا متلبسين بالنقص. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا اعتذار يعني، وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن ترى له من الوفاء بدا، يعني من الوفاء بوصف العبودية وحقوق الربوبية، لابد من أنك أنت توفي ذلك، توفي التحقق بوصف العبودية قياما بحقوق الربوبية، فتتحقق بوصفك ونعتك ليغطيك بوصفه ونعتك، تحقق بالعجز فيقدرك، بالجهل فيعلمك. فهمت؟ وبالعجز فيقدرك. فلا بد انك انت تحاول انك انت تتحقق بوصفك ونعتك ليغطيك بوصفه ونعتك. اما يجيب المضطر اذا دعاه، اذا دخلت الى الله من باب الفقر يغنيك، من باب الجهل يعلمك، من باب العجز يقدرك. فهمت ازاي؟ من باب الاضطرار يجيبك وياخذ بيدك. لكن تدخل لربنا بقى من باب الغنى، افتحوا الباب انا جاي، حافظ القرآن كله، حجيت 20 حجة، بنيت 10 مساجد، ربيت 50 يتيم، علمت الناس العلم، ما اذتش حد ابدا، الله سبحاني ما اعظم شاني. شوية هيعبد نفسه، شايف نفسه، ما ينفعش، مش هتتفتح الابواب بالطريقة دي، مش هتتفتح لك الابواب بالطريقة دي، لان كل النعم اللي انت قلتها دي من الله حباك بها، فهي تقتدي منك شكر ولا تقتدي منك منة. فهمت؟ وعشان كده ربنا بيقول ايه؟ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم يرجعون. يعني وانت بتعمل الطاعة والصلاح قلبك خايف من ربك، لانك انت ما بتعملهاش بالطريقة التي تليق بالله. فهمت ازاي؟ ومش كده وبس، وانت مش بتعملها لله خالصة، ده انت برضو ناظر لثواب الله، يعني برضو لحظك، مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. فهمت؟ وان كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، او ان ترى له من الوفاء بد، يعني لابد ان ترى انك لابد ان تستمر على الوفاء لله بمعرفتك ان ما ظهر من نقص فمنك، وما ظهر فيك من كمال فمنه، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. الدرجة الثالثة، لان ممكن انت تتخلق بالدرجة الاولى
وتفتكر نفسك بقيت حاجه، تقوم تصل منها مش للدرجه الثانيه تترقى، لا تصل منها لدرجه الكبر على الخلق. بقى مين قدي؟ كل الناس بتحبني، مين قدي؟ عمري ما ضربت انسان ابدا، مين قدي؟ عفيت عن كل اللي ظلموني، مين قدي؟ مين قدي؟ مين قدي؟ بقيت ابليس، انطلقت من الدرجه الاولى للابلسه. شفت المصيبه؟ لا، لازم تعرف بقى انك انت في الدرجه الاولى دي، ده بتوفيق الله، تقوم تنتقل منها ساجدا لله مش كده متكبرا. فهمت بقى المساله؟ لان ممكن ربنا خلقك باخلاق كريمه فتفتكر انك انت فوق الناس، ولولا رحمه ربي لظننت ان الناس كلهم عبيدي. مش قايل كده الامام الشافعي؟ يعني لابد ان ربنا يتغمدك برحمته، فلا ترى توفيق الا من الله، ولا ترى نعمه الا من الله وليس منك، وان ترى نفسك في هذه النعم مقصر في اداء شكرها. ففي الحاله دي تقوم تنتقل من هذا المقام العالي اللي هي الدرجه الاولى في التعامل مع الخلق بدرجات الاخلاق الحسنه الى التواضع الى الله. فهمت؟ والخضوع الى الله. اذا تحققت بكده ربنا يتجلى عليك في الدرجه الثالثه، ده تجلي من الله بقى مكافاه بالتعامل مع الحقيقه. والحقيقه ايه؟ انه لا موجود معه سواه، هي دي الحقيقه. انت في الاول وفي الثاني كنت فاكر نفسك انك انت بتتعامل مع سواه، في الاول بتتعامل مع الخلق وده سواه، وتاني مره بتتعامل مع الله وانت سوى. فهمت؟ والحقيقه انه لا يوجد سوى، لا يوجد الا الله. فهمت بقى؟ فيقوم ينتقل بقى في الدرجة التالتة، تيجي له حالة من الله كده ينسي جهده ونفسه، فلا يرى مع الله السوى ولا حتى نفسه، فلا يرى إلا الله، لدرجة أنه هو ينسى حتى أخلاقه وتخلقه وسلوكه. فهمت إزاي؟ لأنه لا يرى إلا الجمع، والجمع هو الله ولم يكن شيء معه. فهمت بقى؟ الدرجة الثالثة التخلق بتصفية الخلق، التخلق بتصفية الخلق. يعني ما تفتكرش ان الخلق الكريم ده صادر منك. فهمت ازاي؟ بل تعلم انه صادر من الحق. ما انت الا مظهر من تجليات الحق في هذا الكون. فان كنت مرآة نقية كمل التجلي، وإن كنت مرآة غير نقية نقص التجلي. فإذا ظهر فيك نقص فالعيب في مرآتك لا في المتجلي، وإن ظهر فيك كمال فالكمال لله. فهمت إزاي؟ يبقى ما بينا من نعمة فمن الله، ما بينا من كمال فمن الله، وما بينا من نقص فمن مرآتنا ومن سيئات أعمالنا ومن تشوه قلوبنا. فيجي هنا بقى في الدرجة الثالثة يتخلق بتصفية الخلق، يقوم لا يرى في مرآة قلبه إلا الحق، لا يرى المرآة بل يرى المتجلي، لا يرى محل التجلي وهو قلبه بل يرى المتجلي، لأنه لو رأى المرآة رأى السوى. فهمت؟ التخلق بتصفية الخلق أو الخلق، يعني تصفية الخلق. ثم الصعود عن تفرق التخلق. تفرق التخلق يعني إيه؟ يعني التعامل مع سوى الحق، ده اسمه التفرق. أما تتعامل مع سوى الحق، ولو بتتعامل حتى مع نفسك فنفسك سوى الحق. فهمت؟ ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق أو التخلق، حتى انك تجاوز الاخلاق دي. انت مش بتنظر لجمال الاخلاق، ده انت بتنظر لجميل الايه؟ المتجلي، او لجمال المتجلي. فهمت بقى ازاي؟ يبقى عندنا القلب محل للتجلي، محل للتجلي يظهر فيها صورة المتجلي. فاذا نظرت للمرآة عند تجلي المتجلي فصرت تمدح المرآة، فقد انصرفت عن المتجلي.
تقول يا سلام دي مرآة رائقة جميلة، شوف الصورة فيها واضحة ازاي، انشغلت بالمراية، فهمت ازاي؟ لو بقلبك يعني، بتخلقك، بأخلاقك، بسلوكك، عن المتجلي الذي ظهر فيها، فيبقى برضو كده فررت من كون إلى كون، فررت من كون إلى كون، ولكن أشغل نفسك بجمال المتجلي الذي تجلى، ولا بموضع التجلي، لا بموضع التجلي، فهمت؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ومش هتفهم إلا لما تتذوق، مش هتتذوق إلا لما تتخلق، ومش هتتحقق إلا لما تصبر على هذا التخلق.